حتى هنايا لو بون ديال لا كونفيديراسيون معروف هنايا في لا ريجيون ديال ديال براس ادوارد، يعني لو بون لي كي كي لاقي ديال ديال براس ادوارد مع نيو برانشويك، وهذا لو بون كيتسمى لو بون ديال لا كونفيديراسيون طول ديالو 13 كيلومتر، من بين اكبر لي بون لي كاينين في العالم. نحاول نوريه لكم تشوفوا كيفاش داير. الحوايج اللي كنت صراحة هاد اللاك كنت باغي نديرهم هي هاد البلان هذا ديال انني نجي لهنا هاد هاد لي برانس ادوارد ونشوف هاد لو بوان هذا، وصراحة فريمون ابريسيونون صراحة سا سا ميريت ان الانسان يجي ولا مرة واحدة يشوف هاد البلان هذا ديال هاد لو بوان هذا. ساليو
سلام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير من بعد سفر طويل. من بعد كيبيك، مدينة كيبيك، موراها فريدريكتون اللي شفنا، مور فريدريكتون، موكتون اللي كيتواجدوا في لا بروفانس ديال نيو برانسويك. من بعد جيت لنوتخ بروفانس اللي كتسمى ليل دي برانس ادوارد، بعيدة تقريبا على مونكتون بجوج سوايع قبل ربع، وتقريبا واحد 4 سوايع ونص على فريدريكتون. كيما شفتو في لو بون اللي كنت وريتكم، لو بون ديال لا كونفيدراسيون اللي حاولت نوريكم، اللي هو اسمحوا لي كتعتبر من اكبر لي بون اللي كاينين في العالم. فوالا، وصلت للمدينة ولا العاصمة ديال هاد لا بروفانس اللي كتسمى شارلتون. فوالا، هي لاختي د لوطيل، غنوريكم لوطيل، ندير واحد بتيت تورني في هاد لوطيل هذا، تشوف كيفاش داير. هاد لوطيل جا في لو سونتر فيل، زعما زوين نقي. فوالا، ومن بعد نضربو دويرة، انا نشوف كيما نضربو دويرة في الليل ولا غدا ان شاء الله في الصباح، نوريكم هاد المدينة. هادي هاد المدينة تقريبا كتشبه لحد ما الماغوغ اللي كنا شفناه، مدينة صغيرة وزوينة ترانكيل. و هادشي اللي كاين. و لا شومبر هي هادي، قال لكم من الداخل، من الداخل هنايا كاين ماشينا كافي، هنا لا تواليت تقريبا كيتشابو كاملين، يعني كاين لو مينيموم هنايا. هنايا واحد لا تشيز، هي لا تيلي هنايا و لو بيرو تالمون نقي نقي بزاف. و هنا دايرين واحد البلاصة فين تيدير بتي رونجمو هنايا. فوالا، باش زوين فغيمون، تالمون نقي بزاف هادشي لي كاين. و هدا هو، غادي نرتاحو شوية ان شاء الله، و غنمشيو نشوفو هاد لافيل كيفاش دايرة، اللي بعيدة تقريبا بعيدة على مدينة كيبيك بواحد 10 سوايع ديال الطريق، اللي هي 1028 كيلومتر. 1028 كيلومتر باش توصل لهاد لا بروفانس. تالمون كندا كبيرة بزاف، يعني فاش توصل بروفانس كضرب طريق. هادشي اللي كاين، و يلا فوالا، نرتاحو شوية ان شاء الله، ونشوفو هاد المدينة هادي كيفاش دايرة. يلا بلوطاغ. صباح الخير عليكم، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. احنا اليوم في شارلتون اللي هي العاصمة ديال ليل دي بريس ادوارد. المهم بت هنايا بعد البارح، فاش كنت دزت فريدريكتون، بت فريدريكتون مونكتون وجيت لهنايا. بغيت نوريكم هاد المدينة. هادي هي مدينة صغيرة وشارمون، زوينة، دايره بحال الشكل ديال ماغوغ. صراحة عجبتني انا، يعني كمدينة في هاد البلاصة هادي المعزولة بزاف، جات في جزيرة. صراحة زوينة، غادي نوريها لكم تشوفوا الباقي كيفاش داير. فوالا، هادي هي المدينة. في عدد السكان قليل، و كما شرت ليها خاص باش هنايا كتقطع واحد لو بون، حيت هادي هنا جات جزيرة. هاد الليل راه من الاسم ديالها باينة ليل دي برانس ادوارد، كتقطع في واحد لو بون ديال لا كونفيديراسيون. هاد لو بون هذا الطول ديالو 13 كيلومتر،
شي حاجة اللي زوينة بزاف. تما هنايا فريمون ظريفين ظريفين بزاف. هذه السيمبيوتيك ودايرين فيها الكافيتيريا داخل. نقربو نشوف واحد الواد كيبان ليا من هنايا. نقربو نشوفو كيفاش داير. هنايا الثلج ما طايحش بزاف مقارنة مع لا بروفانس ديال كيبيك ديال نوفو برانجويك. نتاهم بحال جينا بريسيون بحال اللي حنا في شهر 4 في كيبيك ولا شي حاجة بحال هكا. كاينين كيلكو تخاص مبقاش بزاف. جينا هنا لهذا الواد هذا. انا بعتقد عندهم دي جو اولمبيك شي حاجه هكا. حيت بزاف ديال الناس لابسين دي جاكيت فيهم هكا لي جو جو دي كندا 2023. داكشي علاش داروا هاد اللعيبه هادي ديال 2023. هنا كاين هاد لا ريفيير هادي. واحد لا بيوتيك نفلي برانس دي دوارد فريمون زوينه بزاف. كتبان جديده كبيره بزاف. مو انس في الكافيتيريا الناس اللي بغاو يقراو هنايا.
نمشي في الطرق يعني نشتري الباسكيت ولا دي هذا ما عرف صراحة جد بديش شجرة بيزا كان أنت مول هنا يا مرة غزمة دي الجالغي اللي دخلت فيها ما خلناش نصور اسكت في مقرش نبقون شنو كاين مي بون بعد جيت هاد الأمور هذا كاين سيتيغان كاين تحت ديجا مخرجش يعني لي كونيكتي مع داك داك لاكالون